مساكم الله بالخير والبركة والمطر والأجواء الجميلة في هذا المكان في محافظة تنومة اليوم 7 فبراير 2020، منتزه غدانة حبيب القلب الأستاذ سلمان الشهري أبو نواف الله يسعده جابنا في هذه الموقع الجميل. وين رحت أنت؟ موجود. إيش الجمال هذا؟ استمتع بالمكان. درجة الحرارة الآن 18 مع أنها مفروض أنها تكون برد، والطبيعة ساحرة. المكان هذا رائع وساحر جدا ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أبغى أخذكم وأهديكم هذا الموقع، واللي يبغى اللوكيشن أبشروا على خشمي لأنه يستحق الزيارة بصراحة، لا قوة إلا بالله. طب محافظة تنومة تقع شمال مدينة أبها، يمكن 150 كيلو 120 كيلو. اللهم صلي على رسول الله. الكاميرا ربما لن تنقل 1% من الجمال. الأجواء جميلة ورائعة بشكل ما يتصورها إنسان. محبينكم سعيد مشهور وسلمان الشهري، واليوم إن شاء الله عندنا فعالية جميلة في محافظة المجاردة اللي أبدعت في إخراج كل جميل، يعني الشباب أبدعوا. شوف 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 المنظر. اللهم صلي على رسول الله، لا إله. أسأل الله رب العرش العظيم أن يحفظ قيادتنا الملك سلمان وسمو ولي عهد الأمين، وننصر أبطالنا في الحد الجنوبي. دائما القادم أجمل في بلد الخير والعطاء والنماء السعودية.